كان يعتقد أن القطط مخلوقات أسطورية وسحرية، ولكن إذا كان الكلاب هم أكثر ما تفضل، فربما تعتقد أن كل القطط متشابهة، مملة ولا تهتم بشيء. حسناً، هل رأيت وجه قط يشبه هذا من قبل؟ ماذا عن هذا؟ لا أعتقد ذلك. اربط حزام الأمان بينما نلقي نظرة على بعض أندر القطط الموجودة. ولكن كيف نعرف أن السلالة نادرة؟ وفقاً لجمعية محبي القطط، وهي أكبر سجل في العالم للقطط الأصيلة، يوجد حالياً 45 سلالة قطط معترف بها في العالم. قد يكون من الصعب تتبع أعداد القطط من سلالات معينة لأن هذا النوع من المعلومات لا يتم عادة نشره للجمهور، ولكن في كل عام تصدر CFA قائمة مصنفة لأكثر سلالات القطط شيوعاً، والتي تصنفهم حسب عدد التسجيلات كل عام. ببساطة، عدد التسجيلات يتوافق بشكل مباشر مع عدد القطط التي ولدت في ذلك العام. هذا يعني أن القطط ذات الترتيب الأدنى لديها أعداد مواليد أقل، مما يجعلها نادرة. لذا دون المزيد من الإطالة، دعونا نبدأ مهرجان القطط هذا. لا بيرم. لقد رأينا جميعا قطط طويلة الشعر وقطط قصيرة الشعر وحتى قطط صلعاء، ولكن ماذا عن قطة ذات شعر مجعد؟ سلالة لا بيرم سميت على اسم تسريحة الثمانينيات الشهيرة لسبب ما. ستواجه صعوبة في العثور على قطة أخرى تشبه إلى حد بعيد لا بيرم، بفضل فرائها المجعد للغاية، والذي يمكن أن يتراوح من التموج إلى الحلقات الضيقة أو الضفائر الطويلة، مثل عدد قليل من سلالات القطط النادرة الأخرى. كان لا بيرم نتيجة لطفرة جينية عفوية في الولادة العادية للقطط العتبي. في الفاتحة من مارس عام 1982، شاهدت ليندا كويل، صاحبة مزرعة في ولاية أوريغون، قطة بنية اسمها سبيدي تلد مجموعة مكونة من 6 قطط صغيرة في حظيرة. برزت إحدى القطط الصغيرة عن البقية، كانت طويلة ونحيفة وخالية من الشعر وذات أذان متباعدة. في 6 أسابيع، طورت معطفا متناثرا قصير الشعر مجعدا بنمط كلاسيكي. سمت القطة كيرلي، أي مجعد. ومع ظهور المزيد من القطط المغلفة بشكل مجعد في مزرعتها، أخبر زوار المزرعة ليندا أنها كانت على خطى شيء مميز. بدأت برنامج تناسل، وأسست قططها الفريدة من سلالة لا بيرم، والباقي من التاريخ. قد تبدو قذرة، لكن معاطفها خفيفة ومنخفضة السقوط، مما يعني أنها لا تتطلب في الواقع الكثير من الاهتمام. اعتبارا من عام 2018، احتلت لا بيرم المرتبة 43 في قائمة السلالات الشعبية في CFA، مما يجعلها واحدة من أندر السلالات في العالم. هل تعلم أن القطط ليس لها إبهام متعارض مثلنا؟ بدلا من ذلك، ترتبط جميع الأصابع في مخالب القطط بمفاصل، مما يعني أنها لا تستطيع أداء المهام الأساسية مثل التقاط الأشياء. هل تعرف ما الذي لا يمكنهم فعله أيضا؟ الضغط على أزرار الإحجاب والاشتراك، هذا واضح. لماذا لا تمضي قدما وتفعل ذلك الآن؟ أثبت لي أنك لست مجرد كومة من القطط متنكرة في معطف طويل. الأنغورا التركية. كما يوحي الاسم، فإن الأنغورا التركية التي احتلت المرتبة 35 في قائمة CFA 2018 نشأت من تركيا، على وجه التحديد أنقرة التي كانت تعرف سابقا باسم أنغورا. يشتهرون بمعطفهم الأبيض الحريري المميز، ويعتبرون كنوزا وطنية في وطنهم تركيا لجمالهم ومزاجهم الحلو. في القرن العشرين، تم إنشاء برنامج تربية في حديقة حيوان أنقرة في تركيا للحفاظ على السلالة بعد أن كادت تنقرض. ولكن في عام 1962، سمح للعقيد الأمريكي والتر جرانت وزوجته بأخذ زوج من الأنغورا التركية يدعى ييلت ويلدجيك، والذي أطلق برنامجا جديدا للتربية في أمريكا. على الرغم من أن العيون الزرقاء أو الكهرومانية المتلألئة هي القاعدة لهم، ربما يكون من أروع الأشياء في الأنغورا أنه من الشائع بالنسبة لهم أن يكون لديهم عيون ساحرة ذات ألوان مختلفة. تعرف هذه الحالة باسم تباين الألوان، ولها علاقة بكمية صبغة الميلانين في العين. أنغورا تركية رشيقة للغاية، ويمكن العثور عليها عادة في أماكن مرتفعة بشكل غير متوقع، مثل أعلى الباب. لذلك عليك أن تبقي عينيك في الأعلى إذا كنت ترغب في امتلاك واحدة من هذه القطط النادرة. شارترو. شارترو المذهل والغامض هو سلالة نشأت من فرنسا، والتي يعتقد أن لها أصولا قديمة. تم العثور على إشارات إلى قطط شارترو في الأدب الفرنسي في وقت مبكر من القرن 16، عندما تم تربيتها لتكون صائدة فئران ممتازة.
أظهرت الأبحاث أن شارتر ربما نشأت في بلاد فارس القديمة وجاءت إلى فرنسا مع فرسان عائدين من الحروب الصليبية. كانت أول قطط شارتر من الممتلكات الأساسية في الأديرة الفرنسية، حيث أصبحوا رفقاء شرسين للرهبان الكارثوسيين لحماية مخازن الحبوب الخاصة بهم من القوارض. تشتهر هذه القطط المذهلة بأعينها ذات لون القرع ومعطفها الأزرق المرغوب فيه وشكل وجهها المستدير الذي يعطي الانطباع بأنها تبتسم. إنها قطط ذكية ذات ردود أفعال سريعة سرعة البرق، وهو ما يفسر سبب تميزها في اصطياد الفئران. في الوقت الحاضر يصطادون الفئران أقل ويتسكعون أكثر، حيث يعتبرون رفقاء عائليين يقظين ولطيفين. لكنها أيضا نادرة بشكل لا يصدق، حيث احتلت المرتبة 34 في قائمة CFA لعام 2018، والتي تبرز من خلال تكلفتها. في الواقع يمكنك أن تدفع مبلغا مذهلا مقابل قط شارتر يتراوح بين 1000 و1500 دولار، لذلك من الأفضل أن تفتح حصالتك الآن. الفان التركي. الفان التركية ليست فقط واحدة من أندر سلالات القطط في العالم، إنها واحدة من الأقدم أيضا. تواجدت السلالة في المنطقة الجبلية المعزولة في منطقة شرق الأناضول منذ العصور الوسطى. ساعد هذا الوجود المنعزل في الحفاظ على ميزاتها الفريدة حتى اكتشفها الغرب في نهاية المطاف في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي. كما ترون هذه قطة مدهشة وحريرية بجسم أبيض وذيل كثيف غير عادي. طبقا لاسمها يعتقد أن الفان التركية تنحدر من منطقة بحيرة فان الشرقية في تركيا الحديثة. عندما كانت لورا لوشينغتون وسونيا هوليدي تقومان بجولة في تركيا عام 1955 صادفتا بعض القطط البيضاء ذات الشعر الطويل مع علامات كاستنائية على رؤوسها وذيولها الكثيفة. تم إعطاء المرأتين قطتين صغيرتين سافرا معهما، وصدمت الرفيقتان عندما توقفتا بالقرب من جدول أو بركة لرؤية القطط تتجول في الماء لتبرد. صدق أو لا تصدق، تعرف الفان التركية أحيانا باسم القط السباح لأن لها نسيجا فريدا لمعاطفها الشبيهة بالكشمير مما يجعلها مقاومة للماء. احتلت الفان التركية المرتبة 44 في قائمة CFA لعام 2018، وتعتبر نادرة للغاية أيضا في وطنهم، حيث ينظر إليهم على أنهم كنز وطني. يتم تسجيل حوالي 100 فان تركية كل عام، ويمكن تتبع نسبهم جميعا إلى القطط الأصلية التي تم إحضارها إلى إنجلترا في عام 1955. هل أنت شخص يفضل القطط؟ قد يكون أصدقاؤنا من القطط أذكياء ومنعزلين في معظم الأوقات، لكن يمكنهم أيضا أن يكونوا مسليين جدا. أخبرني عن أطرف قصص القطط في التعليقات أدنى، وكلما كانت فوضوية أكثر كان ذلك أفضل. قد أرد على التعليقات التي تجعلني أضحك أكثر. والآن أين كنا؟ قط الغابة النرويجي. تأتي القطط بجميع الأشكال والأحجام، ولكن هل سبق لك أن رأيت وحشا مثل هذا من قبل؟ هذا هو قط الغابة النرويجي، ولا ينبغي العبث معه. تطورت السلالة القوية على مدى مئات السنين من الانتقاء الطبيعي في مناخ قاسي، مما منحها معطفا سميكا مقاوما للماء يحميها من فصول الشتاء المتجمدة في الدول الاسكندنافية. نشأت هذه القطط الرائعة في النرويج وسافرت مع الفايكينغ أثناء الغارات، وحافظت على قواربهم وقراهم الشمالية ضد الحيوانات الضارة. ولكن بحلول القرن العشرين أصبحت قطة الغابة النرويجية نادرة بالفعل في موطنها الأصلي، وكانت معرضة لخطر الانقراض التام. في الثلاثينيات تم وضع خطط لضمان مستقبل هذا القط، لكنها توقفت بسبب الحرب العالمية الثانية، مما دفع السلالة إلى حافة الانقراض أكثر. أخيرا في السبعينيات وضع النرويجيون برنامج تربية خاصا لحمايتهم، حتى أن الملك أولاف عينهم ليكونوا القطة الرسمية للنرويج. في الوقت الحاضر هم أقل ندرة، حيث يحتلون المرتبة 14 على قائمة CFA 2018. قد يجعلهم هيكلهم الكبير القوي يبدون مهيبين، لكنهم في الواقع سلالة اجتماعية ومحبة للبشر. نظرا لكونها قوية جدا وواسعة الحيلة، فإن قط الغابة النرويجي هي السلالة المثالية لعائلة نشطة مشغولة. من يحتاج إلى كلب حراسة عندما يكون لديه أحد هؤلاء الرفاق المخيفين؟ كرات. لقد سمعنا جميعا عن القطط السوداء كونها تجلب الحظ السيء، لكن كورات عكس ذلك تماما. هذا الصنف هو رمز للحظ السعيد في تايلاند، حتى أنه قد تم منحهم كهدايا للأجانب كعلامة على الشرف وحسن النية. تم ذكر الكورات لأول مرة في الكتاب القديم المعروف باسم تامرا ماو أو قصائد كتاب القط
في مكتبة بانكوك الوطنية، والذي يعتقد أنه كتب في فترة أيودهيا للتاريخ السيامي بين 2350 و 2767. السبب الذي يجعل كورات مرغوبة للغاية هو لون معطف الشعر القصير المذهل، والذي يوصف بأنه أزرق فضي، بالإضافة إلى عيونهم الزمردية البراقة. في عام 1959 تم استيراد أول زوج معروف من الكورات إلى الولايات المتحدة من قبل السيدة جين جونسون، بعد أن تم منحهما لزوجها عندما تقاعد من وزارة الخارجية في تايلاند. يتمتع الكورات بشخصية نابضة بالحياة، ومن المعروف أنه يسعى إلى الاهتمام. إنهم يحتاجون إلى الرفقة الدائمة، ويمكن أن يختبئوا إذا تركوا بمفردهم لفترة طويلة أو إذا شعروا بأنهم لم تتم ملاحظة وجودهم. يبدو هذا مثل بعض أصدقائي. كورات هي واحدة من أندر السلالات في العالم، حيث تحتل المرتبة 44 في قائمة CFA 2018، ومن الصعب للغاية العثور عليها في أمريكا بسبب قيود التكاثر التي تم فرضها عليها في موطنها تايلاند. لايكوي. المستذئبون ليسوا حقيقيين، لكن قطط المستذئبين هي كذلك بالتأكيد. هذا هو لايكوي، والذي يترجم تقريبا إلى القط الذئب في اليونانية. هذا سلالة قطط جديدة تجريبية تم إنشاؤها من طفرة في القطط المنزلية قصيرة الشعر على مدى السنوات العشر الماضية أو نحو ذلك. تم نصب لايكوي الذي حصل على المركز 33 في قائمة CFA لعام 2018 رسميا بعد عام 2011، بعد أن قدمت جوني جوبل وبريتني جوبل وباتي توماس قطتان منفصلتان من هذه القطط غير المعتادة التي لا أصل لها جزئيا. أجرى المؤسسون تقييمات صحية مكثفة للتحقق من أن المظهر غير معتاد للقطط لم يكن بسبب مرض أو علة، ووجدوا أن لايكوي قد ولدت بسبب جين طبيعي متنحي. كما ترون، فإن لايكوي لديها أذان طويلة مدببة وبقاع متفرقة من الفرق، في حين أن أجزاء أخرى من الجسم مثل العينين والذقن والأنف ومنطقة الفم خالية تماما من الشعر. على الرغم من مظهرهم غير المعتاد، فإن لايكوي مخلصون للغاية ويميلون إلى الارتباط بشكل جيد مع الناس، مما يجعلهم الخيار المثالي للعائلات. هل أنا الوحيد الذي يعتقد أنهم يشبهون الرجال المسنين الغاضبين؟ مين كون. لدى مين كون واحدة من أكثر قصص الأصول المختلف فيها التي يمكنك تخيلها، لأنه لا أحد يعرف حقا من أين أتوا. كمحاولة لشرح حجمها الكبير ونمطها وذيولها الكثيفة، فإن إحدى الأساطير الأكثر شيوعاً هي أن السلالة هي نتيجة تزاوج القطط شبه المنزلية مع حيوانات الراكون، وهو بالطبع مستحيل بيولوجياً. أسطورة أخرى هي أن مين نشأت من القطط الأليفة الستة التي أرسلتها ماري أنتوانيت إلى ويسكاسيت بولاية مين عندما كانت تخطط للهروب من فرنسا خلال الثورة الفرنسية. النظرية الأكثر منطقية هي أنهم من نسل القطط المنزلية قصيرة الشعر التي تكاثرت مع القطط ذات الشعر الطويل، والتي ربما تم إحضارها إلى أمريكا من قبل الفايكنج أو البحارة الأوروبيين خلال القرن 18. هيكلها العضلي ومعطفها الفاخر يجعلها تبدو مثل القطط الملكية. كانت السلالة تحظى بشعبية كبيرة خلال القرن 19، ولكن في بداية القرن 20 بدأت ندرتها تتزايد أكثر فأكثر. كان انخفاض شعبيتها شديدا، لدرجة أن السلالة كانت معرضة لخطر الانقراض في الخمسينيات من القرن الماضي، حتى تم إنشاء ناد لبث حياة جديدة في السلالة. في الوقت الحاضر لم تترك مين كون مكانها في أفضل خمس سلالات شعبية في قائمة CFA. فالكيري المين كون. هل يمكنك أن تتخيل كيف ستبدو القطط إذا كانت تشبه هذه اللوحات المرحة للقطط من فن العصور الوسطى؟ إذا خرجت إحدى هذه القطط المرعبة من الورق، فمن المحتمل أن تبدو مثل هذا. صدق أو لا تصدق، لم يقم شخص ما بوضع وجه بشري على قطة باستخدام الفوتوشوب. هذه في الواقع قطة صغيرة من مين كون اسمها فالكيري، وهي مملوكة لمربية المين كون تاتيانا راستورغيفا. ليس من الواضح ما الذي يجعلها تبدو بشرية، ربما يكون هيكلها العظمي أو وجنتاها المستديرة أو لحية الرجل العجوز، لكن الإنترنت وقع في حبها تماما، لذلك كان علي أن أذكرها في هذا الفيديو. بيتر بولد. بيتر بولد هي واحدة من أغرب القطط في هذه القائمة. أول شيء ستلاحظه هو أنها خالية تماما من الشعر، ولها أذان ضخمة تبدو كأنها ستسمع سقوط دبوس من على بعد أميال. لكن لا تنخدع،
غالبا ما يولد بيتر بولد بمعطف خفيف زغبي يمكن أن يتغير أو يفقد خلال أول عامين من حياتهم، لذا فإن الصلع الظاهر لديهم ليس دائما حلا سهلا لإنقاذ محبي القطط المحكوم عليهم بالحساسية. إنهم سلالة ذكية ورياضية للغاية، يتم البحث عنها غالبا بسبب ولائها وطبيعتها المحبة للمرح بشكل عام، لكن العدد القليل من مربي بيتر بولد يجعل هذه السلالة واحدة من أندر القطط في العالم. إنها سلالة جديدة نسبيا، ولم يتم اكتشافها إلا في عام 1988 في مدينة روستوف أون دون الروسية، حيث كانت تعرف في الأصل باسم دون سفينكس بعد استرادها إلى أوروبا وتزاوجها مع القطط الشرقية قصيرة الشعر. تم تسمية السلالة الجديدة باسم بيتر بولد لأنهم يفتقرون إلى الفراء. يحتاج بيتر بولد إلى مزيد من الاهتمام في قسم العناية، ويجب عليهم الاستحمام كل أسبوعين. تتمتع القطط التي ليس لها شعر أيضا بتمثيل غذائي أعلى، مما يعني أنها تستهلك طعاما أكثر من نظيراتها ذات الفراء. لذلك من الأفضل ملء الخزانات إذا كنت ترى نفسك ملكا لبيتر بولد. بورميلا. بورميلا التي تحتل المرتبة 39 في قائمة CFA لعام 2018 هي قطة متوسطة الحجم ذات جسم عضلي وأنيق يشتهر بمعطفها الفضي الحريري المتلألئ. مظهرهم العام يشبه إلى حد ما البورمي، ولكن مع تعبير أكثر حلاوة وانفتاحا. ظهرت السلالة لأول مرة عندما اشترت البارونة البريطانية ميراندا فون كيرشبرغ ذكرا من سلالة تشينشيلا فارسي يدعى جيماري سانكويست كحيوان أليف لزوجها في عام 1891. قبل أن يتم إخصاء القط، تصادف أن يلتقي بأنثى صغيرة مبكرة من لايلاك برمية تدعى بامبينو لايلاك فابرغ. عندما تركت عاملة نظافة باب بامبينو مفتوحا ذات يوم، تمكنت من الهروب إلى غرفة جيماري و... حسنا، يمكنك تخمين ما حدث بعد ذلك. كانت النتيجة ولادة 4 قطط صغيرة من الإناث ذات الشعر القصير. كانت جميلة جدا لدرجة أن البارونة قررت الشروع في برنامج تربية خاص. تمتزج الطبيعة المتطلبة والمؤذية للبورما مع شخصية تشينشيلا الفارسية المريحة والهادئة، مما يمنح البورميلا مزاجا فريدا لا يقاوم. في الوقت الحاضر لا تزال السلالة نادرة بشكل لا يصدق في أمريكا، مع وجود عدد قليل جدا من المربين في البلاد. بورميلا هي سلالة محبة بشكل لا يصدق، وتعرض العديد من الصفات الشبيهة بالقطط الصغيرة في مرحلة البلوغ. هافانا براون. إذا كنت من محبي الشوكولاتة، فهذه هي القطة المناسبة لك. في الواقع، مسرات الشوكولاتة هي العبارة التي يستخدمها غالبا عشاق هافانا براون لوصف معطفهم الفاخر الناعم الحريري الشبيه بلون الشوكولاتة بالحليب، والذي يظهر عيونهم الخضراء اللامعة. تم إنشاء السلالة عن قصد في الخمسينيات من القرن الماضي بتزويج قطط تشوكليت بوينت وسيل بوينت سيامي مع اندفاعة من الروسي الأزرق. تم الاعتراف بها لأول مرة على أنها سلالة رسمية من قبل مجلس إدارة كات فانسي في عام 1958، وكانت تعرف في الأصل باسم تشاسنات فورين شورت هير قبل أن تصبح هافانا براون في عام 1970. إن هافانا هي سلالة فضولية وتحب البشر وتريد دائما أن تكون مركز الانتباه، وستكون أول من يحقق في طرقة على الباب أو حادث في المطبخ. من 1998 إلى 1999 سمح لمربي هافانا براون في أمريكا الشمالية بالبدء في تكاثرهم مع القطط الأخرى مثل القطط المنزلية ذات الشعر القصير الأسود أو الأزرق أو الشوكولاتة أو سيل بوينت سيامي لمحاولة زيادة مجموعة الجينات المحدودة. لكن السلالة لا تزال نادرة بشكل لا يصدق، حيث احتلت المرتبة 42 في قائمة CFA لعام 2018. من كان يعلم أنه من الصعب العثور على قطط الشوكولاتة؟ تونكينيز. لا شك في هذا، إن تونكينيز هي واحدة من أجمل القطط التي ستراها على الإطلاق. ملفوفة في معطف فروي ناعم حريري مع عيون زبرجد متلألئة، من المؤكد أن أي شخص سيقع في حب هذه السلالة المذهلة. وبقدر ما يتعلق الأمر بتونكينيز، فإن هدفك كله في الحياة هو أن تعشقها هي. لا تحب هذه الهرات الناعمة شيئا أكثر من الالتفاف في حضنك والاستمتاع بعاطفتك. تم إنشاء تونكينيز الحديثة في الواقع لأول مرة عن طريق التهجين السيامي والبرمي. أول تونكينيز مسجل عرف باسم وونغمو، والذي تم إحضاره إلى أمريكا في عام 1930،
ولكن هناك إشارات إلى السلالة في شعر الشرق الأوسط منذ القرن الرابع عشر. قررت المربية الأمريكية جين بارليتا إنشاء قطة كانت بين السيامي والبرمية، وبدأت في إعادة إنشاء تونكينيز من فترة سابقة. عملت مع مارغريت كونروي وهي مربية أخرى من كندا، وقامت الزوج بتربية سيامي وبورمي لخلق قطط رائعة من القطط ذات المعاطف السمراء والعيون المائية. على الرغم من أن السلالة مطلوبة جدا، إلا أنها لا تزال نادرة حقا، حيث احتلت المرتبة 21 في قائمة CFA 2018. أنا لا أعرف عنكم يا رفاق، لكني سأشعر بالدونية بوجود واحدة من هؤلاء الجميلات في المنزل بينما أتجول في بيجامتي. الأمريكي سلكي الشعر. الأمريكي سلكي الشعر هو سلالة فريدة من نوعها، بدأت كطفرة عشوائية في حضنة مكونة من 6 قطط قصيرة الشعر محلية، ولدت في كونسل روك فارم في فيرونا نيويورك. كان أول قط أمريكي من نوع سلكي الشعر ذكرا باللونين الأحمر والأبيض مع معطف سلكي متناثر. لدهشة أصحابه بدأ كل شعره بما في ذلك شواربه مجعدا ونابضا. شاهدت مربية القطط المحلية جوان أوشي القطة الصغيرة وتمكنت من إقناع صاحب المزرعة بالسماح لها بشرائه. قامت أوشي بتزويج القط الفريد من نوعه مع إحدى قطط جاراتها الإناث، وسرت عندما اكتشفت أن جميع القطط قد ولدت بشعر سلكي، مما يدل على أنه كان جينا سائدا، إلى جانب المظهر الذي يجعلهم يبدون وكأنهم وقفوا قريبا جدا من لهب مشتعل. فإن الأمريكي سلكي الشعر لا يحتوي على ميزات مبالغ فيها، وهو عبارة عن قط منزل متوسط الحجم ومتوازن جيدا. من المعروف أنه من السهل للغاية التعامل معهم، ويسعدون بالاسترخاء فحسب، إلا إذا كانوا يطاردون الحشرات بغرائز الصيد الطبيعية. تم الاعتراف بالسلالة وتسجيلها في CFA في عام 1967، وظهرت في أسفل قائمتهم منذ ذلك الحين، حيث احتلت المرتبة 45 في عام 2018، مما جعلها أندر سلالة في العالم. كاو ماني. مع عين زرقاء نابضة بالحياة وأخرى تتراوح من النحاسي إلى الأصفر الفاتح والأخضر، بالإضافة إلى الوجه على شكل قلب وعظام الوجنتين المرتفعة والمعطف الأبيض المتلألئ، تعتبر كاوماني مناسبة لأي مسابقة جمال للقطط. اسم كاوماني يعني الجوهرة البيضاء، ويعتقد أن السلالة كانت المفضلة في القصور الملكية في موطنها الأصلي في تايلاند القديمة. مثل كورات، هناك إشارات إلى كاوماني في قصائد كتاب القط القديمة. لفترة من الوقت كانت السلالة سرية في تايلاند، حيث تم تقديمها كهدايا الحظ السعيد والثروة، لكن الاهتمام بهذه القطط اللافتة للنظر نما في الغرب. وفي عام 1999 استوردت كولين فريموث أول كاوماني من تايلاند إلى أمريكا، وقامت بتربية أول حضنة في أمريكا الشمالية. اليوم لا تزال السلالة نادرة للغاية، حيث تحتل المرتبة 38 في قائمة السلالات الأكثر شعبية لعام 2018 في CFA. قد تبدو لطيفة جدا، لكن كوماني في الواقع شقية للغاية بطبيعتها، وستسبب الأذى في أي فرصة ممكنة. يتبادر إلى ذهني الآن شيء عن الحكم على كتاب من غلافه. البنغال. للوهلة الأولى ستسامح إذا اعتقدت أن البنغال قط بري صغير ببقاعه الشبيهة بالفهد وبراعته الفخمة. في الواقع تم إنشاء هذه السلالة الجديدة نسبيا في عام 1963 عن طريق تهجين قط محلي مع قطة ليوبارد أسيوية تعرف أيضا باسم فيليس بنغالينسيس، والتي اشتق اسم البنغال منها. كان الهدف من تطوير البنغال المحلية هو الحفاظ على تشابه مادي قوي مع سلفها البري الجميل. في الوقت نفسه ليتمتع البنغال بالطبيعة المحببة لقطة منزلية دافئة، مما يجعلها رفيقا لطيفا وجديرا بالثقة للعائلة. انظر فقط إلى مدى لطافة هرة البنغال هذه. تم التعرف على السلالة رسميا في عام 1986، وازدادت شعبيتها منذ ذلك الحين، حيث احتلت المرتبة 15 على سلالات القطط الأكثر شهرة في CFA لعام 2018. وبفضل أقاربهم من قطط الغابة، فإن البنغال هي سلالة نشطة حقا، وتتنقل باستمرار وتتسلق إلى الأماكن المرتفعة للتحقيق في محيطها. يمكن أيضا تدريب البنغال على أداء العديد من الحيل البسيطة، وسوف يسعدهم الخروج للتنزه على المقود أو اللعب مع أصحابها. على الرغم من كونهم رفقاء ممتازين، فيجب أن تعلم أن البنغال معبرين جدا أيضا.
لذلك قد ترغب في الاستثمار في بعض سدادات الأذن. كاراكال، أليست هذه القطط الأكثر روعة التي رأيتها على الإطلاق؟ تلك العيون الزرقاء الجليدية والآذان المدببة هي ببساطة أجمل ما رأيت. ولكن إذا كنت تحب احتضان إحدى هذه القطط الصغيرة ذات لون الكراميل، فيجب أن تعلم على الأرجح أنها ستكبر لتبدو هكذا. ذلك لأن الوشق هو في الواقع قط بري موطنه الأصلي إفريقيا وآسيا الوسطى والهند، على الرغم من أنها لا تصنف رسميا على أنها من القطط الكبيرة كبالغين، إلا أنها بالتأكيد متوسطة الحجم وتنمو بشكل أكبر بكثير من قطط منزلية بطول 74 إلى 79 سنتيمتر. يمكنهم أيضا تسجيل أوزان عالية في أي مكان يتراوح بين 8 إلى 19 كيلوغرام، لذا فهذه بالتأكيد ليست قطط للحضن. على الرغم من أنها قطط برية من الناحية الفنية، إلا أنه منذ عدة سنوات انتقلت السلالة من فئة الحيوانات المفترسة البرية تماما لتصبح حيوانات أليفة غريبة يمكن شراؤها الآن مع ترخيص. لكن امتلاك الوشق ليس قرارا يجب اتخاذه بسهولة، لأن لديهم مطالب مختلفة تماما عن القطط المستأنسة العادية. أولا وقبل كل شيء، يحتاجون إلى المزيد من الطعام. في الواقع يحب الكاراكال تناول 900 غرام إلى 1.4 كيلوغرام من اللحم يوميا. إنها أيضا صاخبة جدا ومن المعروف أنها مدمرة، لذا يمكنك توديع أريكتك الجديدة. من الأفضل أن يتم تقدير هذه القطط النادرة في بيئتها الطبيعية حقا. إذن أي من هذه القطط تفضل امتلاكها؟ لا تنسى الاشتراك لمزيد من المحتوى التعليمي والترفيهي أيضا. شكرا على المشاهدة يا رفاق.